كل المناحي وعلى كافة الجبهات والأصعدة يعلو صوت مصر بالقول والفعل والتحذير الدائم للمناداة بحماية المنطقة من خطر الحرب الشاملة التي لا تبقي ولا تذر سوى أجيال وأجلاء أجيال لن يحصدون سوى خراب موروث ودمار شامل وحياة ليست كالحياة. ومن منطلق مسؤوليتها ورغبتها الدائمة في التعايش في سلام دائم بين الدول كافة بعيداً عن الصراعات التي تؤجج الحرب، حملت القاهرة على عاتقها الدعوة إلى التجاور وترسيم الحدود وتفعيل المعاهدات التي تشتمل في مضمونها على حق التعايش الآمن السلمي الرافض لصوت طلقات القتل والدمار. مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وجوله جديده من جولات برنامجكم برنامج اليوم في متابعه سريعه وملخصه لاهم واخر الاخبار في الداخل المصري وحول العالم. بدايه جولتنا النهارده هتكون من استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير الخارجيه والاتحاد الاوروبي والتعاون الاسباني والوفد المرافق لي. تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية الراهنة وتطوراتها وثمن الرئيس المواقف الإسبانية الإيجابية من قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وهو ما ينعكس في التنسيق المستمر بين قيادتي الدولتين والرؤى المشتركة التي تجمعهما من أجل تحقيق السلام في المنطقة. مش بس كده، الحقيقة كمان نقل الوزير الإسباني للرئيس السيسي تحيات وتقدير رئيس وزراء إسبانيا وأشار إلى تأييد ودعم إسبانيا الكامل للجهود المصرية الدؤوبة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية وأكد على محورية الدور الذي تقوم به مصر إقليميا لوقف توسع أو توسيع دائرة الصراع ودفع جهود إرساء السلام وتحقيق الاستقرار. لسه مكملين مع حضراتكم الأجندة الرئاسية المتخمة بالكثير والكثير من اللقاءات، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده وزير الخارجية الإيراني. الحقيقة اللقاء تركز على استعراض التطورات الجارية في المنطقة، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف المصري الداعم لعدم توسيع دائرة الصراع وضرورة وقف التصعيد للحيلولة دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة ستكون ذات تداعيات خطيرة على أمن ومقدرات جميع دول وشعوب المنطقة. أكد كمان على ضرورة استمرار وتكثيف الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان ووقف الانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية لإنهاء المعاناة المتفاقمة للمدنيين. من جانبه أعرب الوزير الإيراني عن تقدير بلاده للجهود المصرية المستمرة لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، وأشاد بالدور المصري في هذا الصدد على جميع المسارات، وتم الاتفاق على أهمية استمرار المسار الحالي لاستكشاف آفاق التطوير المشترك للعلاقات بين الدولتين. مزيد من التفاصيل حول هذه اللقاءات والدور المصري في المنطقة بأكمله معانا هاتفيا السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. معالي السفير، برحب بحضرتك يا فندم. أهلا، مساء الخير يا فندم. كيف تقرأ زيارة وزير الخارجية الإيراني على محورية الدور اللي بتلعبه مصر في المنطقة؟ حضرتك، الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الإيرانية للقاهرة بتأتي في إطار جولة قام بها، زار خلالها عدد من العواصم الخليجية، وأمس كان في عمان الأردن،
ثم حضر إلى القاهرة اليوم للالتقاء بالسيد الرئيس. تمام. هذه الجولة الهدف منها طبعا هو شرح الموقف الإيراني من التطورات الكارية في المنطقة، وخصوصا بالنسبة للقضية الفلسطينية والمواجهة العسكرية المستمرة بين إسرائيل وإيران من ناحية أخرى، والتأكيد على أن إيران بتسعى إلى خفض التصعيد في المنطقة، والإعراب طبعا عن استعدادها للتعامل بإيجابية مع أي جهود دولية أو جهود إقليمية الهدف منها وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى جنوب لبنان. اللقاء من جانب آخر، اللقاء مع السيد الرئيس طبعا تعرض إلى مسار العلاقات الثنائية المصرية الإيرانية، واتفق خلال هذا اللقاء الهام على استكمال وعلى الاستمرار في الاتصالات بين الجانبين يعني للتوصل إلى تطبيع العلاقات بينهما في الوقت الملائم. طيب، بما ان حضرتك معالي السفير حسين قلت لي انها هذه الجوله شملت جوله خليجيه، كيف تقيم هذه الزيارات وهذه الجوله لوزير الخارجيه الايراني في المنطقه واللي كان النهارده موجود في القاهره؟ حضرتك يعني في الجوله العواصم الخليج، يعني هو يلاحظ على العواصم اللي زارها الوزير الخارجيه الايرانيه ان كل هذه العواصم لها علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعضها بيعتبر من حلفاء أمريكا، البعض الآخر بيعتبر من شركاء الولايات المتحدة الأمريكية الاستراتيجيين كما يعني المفهوم الدارج يعني في الشرق الأوسط. فواضح أنه في رسائل إيران تريد أن تبعث بها إلى الإدارة الأمريكية عبر هذه العواصم الخليجية. يمكن القول أن هذه الرسائل رسائل تهدئة من وجهة نظرك؟ أن إيران طبعا رسائل تهدئة، وأن إيران على استعداد للتجاوب مع الجهود المبذولة للتوصل لوقف النار في غزة ولبنان، وكذلك العمل في اتجاه عدم تصعيد المواجهة الإسرائيلية الإيرانية. نأخذ في الاعتبار وإحنا بنتكلم على هذه الجولة إنها بتأتي برضو في إطار التوجهات الجديدة الذي تحدث عنها الرئيس الإيراني المنتخب في يوليو الماضي عن السياسة الخارجية الإيرانية. ولعل حضرتك تتذكرين الكلمة التي ألقاها أمام افتتاح الدورة العادية 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكانت النبرة وكانت لغة هي لغة الانفتاح على العالم، الاستعداد للتعامل الإيجابي مع المجتمع الدولي، لكن يعني في إطار طبعا السيادة الإيرانية واحترام المصالح الإيرانية. لا شك أن إيران في بعد التطورات في لبنان وفي فلسطين وفي اليمن، طبعا إيران اليوم في موقف يعني يختلف تماما عن الموقف اللي كانت عليه منذ عام أو عام ونصف في المنطقة. فبالتالي هي بتحتاج حضرتك، يعني أنا أعتقد هي بتحتاج إلى الدول العربية ومن بينها مصر طبعا، بتحتاج التعاون والتنسيق مع هذه الدول من أجل يعني إنجاح التوجه الجديد في السياسة الخارجية الإيرانية. لكن علينا أن ننتظر هل فعلا إيران بعد كل هذه التطورات والتصعيد في المنطقة خلال عام، هل إيران فعلا هتغير من سياستها الخارجية أم دي تصريحات فقط من أجل تهدئة الرأي العام الإيراني؟ معالي سفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنا بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، هنروح لفاصل قصير، نرجع نكمل باقي كلامنا في اليوم، خليكم معنا.
ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، أطلقت وزارة الموارد المائية والري الحملة القومية للحفاظ على المياه بعنوان على الأد، وذلك بهدف توعية المواطنين بالتحديات المائية في مصر وضرورة ترشيد استخدامها والحفاظ عليها. وزارة الموارد المائية والري مهتمة جدا بالتوعية في مجال المياه كأحد أهم المحاور الخاصة بالتحول للجيل الثاني لمنظومة المياه في مصر. نشكر كل الشركاء اللي موجودين معانا، دور الإعلام معانا يكون مهم جدا لتوصيل فكرة توفير المياه والحفاظ على المياه كما ونوعا وعدم تلويث المياه، مش بس الحفاظ على الكميات، علشان يبقى مصر إن شاء الله فيها استدامة في استخدام الموارد المائية. بنتكلم على رسائل بسيطة من خلال برامج بتخاطب كل المجتمع المصري على كافة المستويات والأعمار. بنتكلم على إزاي نوفر في مية الري، إزاي بنوفر في مية الاستخدام الشخصي، إزاي نوفر في مية الاستخدام المنزلي. كل الأنواع الاستخدام للمية لازم نحاول نوفر فيها بقدر الإمكان. حملة مهمة جدا لأنها تتعلق بمصدر الحياة، هذه قضية أمن قومي لنا جميعا، قضية المياه. اللي أنا عاوز أقوله من خلال هذه الحملة إن الناس ما تستسهلش الحصول على المياه، لأن الإنسان ما بيلاقي النعمة قدامه وما بيحسش بفقدها. إحنا شركاء في حملة على الأد مع وزارة الموارد المائية والري وباقي الشركاء الحكوميين، طبعا لإحساسنا بمدى أهمية هذه الحملة اللي بتساعد في الحفاظ على مصادر المياه في مصر وبتوفر كميات كبيرة من المياه إن شاء الله. إحنا شغل طبعا اليونيسيف لها شغل كتير في التوعية مع الأطفال والشباب، وبنقابل مبادرات كتيرة من الأطفال والشباب، نتمنى إن إحنا إن شاء الله نقدر نتبناها مع وزارة الموارد المائية والري وبقية الشركاء، لأن هذه المبادرات هيكون من شأنها حفاظ على كميات كبيرة من المياه إن شاء الله وإعادة استخدامها. يشارك في حملة على الأد عدد من الوزارات والهيئات الثقافية والدينية والإعلامية، وتضمن تدشين الحملة تكريما لرموز تلك المؤسسات عن دورها لنشر الوعي بضرورة وأهمية الحفاظ على المياه. إن أنا أشارك ده واجب وطني، يعني مجرد انتمائي لهذا الشعب العريق الجميل، هذا الوطن يعني اللي احنا كلنا بنعشقه، طلب مني أو تم اختياري لأن أنا بيبقى بصوتي الحملة الإعلامية بتاعتهم تكون بصوتي، وأنا حسيت أن ده شرف كبير جدا ليا، وأقل ما أستطيع أن أقدمه يعني العادي، لأنه إحنا وإحنا صغيرين قوي كانوا يقولوا لنا المياه هي شريان الحياة. حملة على الأد هي جزء من جهود وزارة الري المعنية بنشر ثقافة ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث، بالتكامل مع مجهودات الدولة المصرية المبذولة في هذا المجال. ولسه مكملين مع حضراتكم في الشأن المحلي ومتابعة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الموقف توفير الأدوية والمستلزمات الطبية خلال اجتماعه مع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة ومسؤولي الجهات المعنية. طيب خلال الاجتماع ماذا تم؟ خلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة الحثيثة لجهود توفير الدواء في السوق المصرية، وآخذا في الاعتبار ما تحقق من نجاح في هذا الخصوص في الفترة الأخيرة اللي مضت. أشار أيضا إلى أهمية تبني استخدام الاسم العلمي بدلا من الاسم التجاري، وده اللي هيساعد على توفير الدواء البديل للمواطنين وتلبية احتياجاتهم في هذا الصدد. وضح الدكتور خالد عبد الغفار ان وزارة الصحة بتقوم بمتابعة جهود توفير الدواء، وده بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، واشار الى امكانية توفير الدواء المصري عبر تبني استخدام الدواء البديل اعتمادا على الاستخدام الاسم العلمي مرة تانية بدل من الاستخدام للاسم التجاري للدواء. طيب ده بخصوص توفير الدواء واجتماع رئيس مجلس الوزراء النهاردة مع وزير الصحة. هنروح بقى لموقف آخر من موقف توفير الأدوية إلى زيادة تحويلات المصريين في الخارج اللي زادت وبرقم كبير جدا، هنناقشها بمزيد من التفصيل، بس خلوني أقول لحضراتكم الأول الخبر بيقول إيه. هذا التوفير اللي حصل من العملة الأجنبية اللي الحقيقة أبناء مصر البارين بيها
دخلوها خلال الفترة اللي فاتت. البنك المركزي المصري أعلن أنه في شهر سبتمبر اللي فات أعلن أن تحويلات العاملين في الخارج خلال شهر يوليو 2024 بلغت 3 مليار دولار، يعني ارتفاع وصل 86.8% مقابل 1.6 من 10 مليار دولار ده خلال شهر يوليو 2023، رقم كبير جدا. طيب البنك المركزي المصري أكد وقال إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج تصاعدت خلال شهر يوليو 2024 للشهر الخامس على التوالي، ودي في سابقة لم يشهدها شهر يوليو من قبل منذ بداية رصد بيان تدفقات تحويلات العاملين بالخارج. محتاجين نقف عند هذا الخبر بمزيد من التفصيل ونفهم أكتر يعني اقتصاديا وتأثيراته. بينضم لنا هاتفيا الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. برحب بحضرتك يا فندم. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. مساء النور. وبلغة الأرقام يا دكتور، كيف يمكن قراءة تصريحات رئيس الوزراء وبيان البنك المركزي المصري عن زيادة تحويلات المصريين في الخارج من العملة الصعبة بهذا القدر؟ احنا بنتكلم على 86.8%. بالفعل هو الفترة اللي فاتت وشهدت ارتفاعات في تحويلات العاملين بالخارج، زي ما حضرتك تفضلت وقلتي الشهر الماضي كان 3 مليار دولار، خلال عام يمكن الشهور السابقة من عام 2024 زادت التحولات المصريين بالخارج اعتبارا من مارس 2024 بعد نقول فكرة أو الاستقرار المالي اللي تم في الدولة المصرية وإلغاء ما يطلق عليه السوق الموازية أو السوق السوداء للعملة الأجنبية، لأنه هناك سعر واحد للدولار مقابل الجنيه. صحيح. وبالتالي زادت الحصيلة الدولارية وتحويلات العاملين بالخارج، ويمكن اعتقد انه عام 24 هيختتم على نفس المعدلات السابقه اللي احنا كنا بنتحصل عليها اللي هي ما بين 33 الى 36 مليار دولار سنويا. وطبعا هذا المبلغ يعني ببساطه انه زياده الحصيله الدولاريه للدوله المصريه هيقلل الفجوه التمويليه التي تحتاج اليها الدوله، هيزيد من امكانيه الدوله انها يعني تقوم بسد التزاماتها الماليه، وايضا يؤثر ايجابيا على سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، وده اهم حاجه ان يكون عندي سعر صرف ثابت او مرن بس المرونه بتاعته تكون في الحدود المقبوله اللي هي التحرك 2% يعني صعودا او هبوطا، عشان يكون عندي امكانيه ان انا يكون عندي محافظ على سعر العمله الاجنبيه مقابل الجنيه المصري، وبالتالي ما يكونش عندي اي تاثير مالي داخل الدوله او داخل الموازنه العامه المصريه. طيب انا عايزه يعني هو سؤال من شقين، عايز اعرف من حضرتك العوامل اللي ادت لارتفاع تحويلات المصريين في الخارج ايه هي؟ وايه الاليات اللي ممكن تساعد في زياده تحويلات المصريين في الخارج الى الداخل المصري من وجهه نظرك؟ طيب اولا عدد المصريين بالخارج عددهم حوالي 14 مليون مواطن مصري، منهم بيعمل حوالي 9 مليون مواطن. تحويلات العاملين المصريه كانت دايما بتتراوح ما بين 28 مليار لغايه 30 او 32 مليار دولار، ربما السنه يعني 22 و23 نتيجه انه كان عندنا اشكاليه في يعني في السياسات النقديه وعندنا مشكله في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، فبدات هناك نوع من انواع يعني تسريب جزء كبير من التحويلات العاملين بالخارج انها تدخل بطريقه غير شرعيه بعيدا عن منظومه البنك. لما بدات الدوله المصريه انها تعيد الصياغه وتعيد المشهد الاقتصادي الى وضعه الصحيح، ان يكون هناك سعر صرف واحد ويكون هناك معالجه لتحريك الجنيه مقابل الدولار، بدات هناك تعود تحويلات العاملين من الخارج الى عادتها من قبل. وبالتالي مقارنه الارقام دي بالارقام اللي كانت موجوده عندنا في 2021 واوائل 2022 اعتقد تكون متقاربه للغايه، وبالتالي هيساعد ان احنا يكون عندنا امكانيه وفرصه ان احنا تزيد الحصيله الدولاريه. ده بسبب العامل الاساسي اللي كان محرك للدوله لتحويلات العاملين بالخارج هو استقرار سوق سعر الصرف ده بالجنيه المصري مقابل الدولار، ده من ناحيه الاستقرار الاقتصادي داخل الدوله، والعاملين دول هم دول اللي بيحددوا او بيدي رساله طمانه للعامل المصري بالخارج ان يستطيع ان يحول امواله عن طريق الجهاز المصرفي دون تخوف او دون ان يشعر ان هناك تخفيض او انه في مكسب ممكن يتحصل عليه مش هيقدر يتحصل عليه عن طريق التحويلات الجاويه.
أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. شكرا جزيلا. ويمكن أنت قلت الخلاصة، هي فكرة ثقة المصريين في دولتهم واقتصادهم. وإحنا يعني يمكن زي ما قلنا يعني المصريين البارين، الأبناء البارين بمصر. طيب لسه مكملين معاكم، ومن المصريين بالخارج هنروح للأعداد الكبيرة الحقيقة من الأفواج السياحية اللي استقبلهم معبد أبو سمبل النهاردة. أيوة ده يعني تم استقبالهم من شتى دول العالم لزيارة أثار الحضارة المصرية العريقة جنوب مصر، قبل أيام طبعا من الحدث العالمي المنتظر بالمعبد وهو تعامد الشمس على قدس أقداس الملك رمسيس. السياح الأجانب وصلوا لمدينة أبو سمبل عبر الرحلات، سواء كانت برية لطريق أسوان أبو سمبل الدولي قادمة من مدينة أسوان، أو عن طريق الرحلات الجوية لمطار أبو سمبل الدولي، ده بالإضافة لرحلات البواخر السياحية في نهر النيل وغيرها وغيرها. الحقيقة السياح استمتعوا واستمعوا بشرح وافي عن الحضارة الفرعونية القديمة وقصة بناء المعبد وقصة إعادة اكتشافه مرة تانية في العهد الحديث عام 1913، وقصة تعامد الشمس على قدس أقداس المعبد الكبير للملك رمسيس في واحدة من الظواهر النادرة اللي بتتكرر مرتين سنويا، مرة في 22 أكتوبر والتانية في 22 من فبراير. طيب نختم جولتنا بقى من عشاق الساحرة المستديرة من اكتمال وصول الأندية المصرية الأربعة الأهلي والزمالك وسيراميكا وبيراميدز للإمارات، وده للتنافس على كأس السوبر المصري خلال الفترة من 20 ل 24 أكتوبر الجاري في مدينة أبو ظبي الإماراتية. هتقام مباراة الزمالك مع بيراميدز في 4:05 مساء يوم الأحد اللي جاي إن شاء الله على استاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المحلي، وهتقام مباراة الأهلي وسيراميكا الساعة 8 مساء بتوقيت مصر على استاد محمد بن زايد، ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزين من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، وستقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد النهيان الساعة 4:05 إن شاء الله مساء طبعا بتوقيت القاهرة. عايزين نعرف تفاصيل اكتر، بينضم لنا هاتفيا محمد الصايغ الناقد الرياضي في جريده الوطن. استاذ محمد ازيك، وعايز اعرف منك اهم ملامح. اهلا بيك. اهم ملامح وضوابط كاس السوبر المصري اللي هيقام خلال الفتره من 20 ل 24 اكتوبر في مدينه ابو ظبي. خليني اقول لحضرتك في البدايه طبعا ان البطوله دي هتكون مختلفه عن البطولات المختلفه. ليه؟ احنا بنتكلم عن ثلاث فرق مهمين جدا، المهم جدا بالنسبه لهم ان هم ياخدوا البطوله. النادي الاهلي لسه خسران السوبر الافريقي، فيهمه جدا ان هو يتوج بالبطوله عشان يصالح جماهيره. لو شفنا نادي الزمالك عايز يستمر ويواصل سلسله النجاحات اللي بيحافظ عليها والفوز والتتويج بالسوبر الافريقي خلال الفتره الاخيره. لو اتكلمنا عن نادي بيراميدز فهو بطل كأس مصر، ويهمه جدا بعد ما عرف طريق البطولات ان هو يحصد بطوله ثانيه قبل بدايه انطلاق مسابقه الدوري اللي هتكون يوم 30. وسيراميكا المتشوق للحصول ايضا على بطوله. اكيد طبعا فريق سيراميكا اكيد متشوق للحصول على بطوله، ولكن حسابيا وبالنتائج هو الاضعف فرص مقارنه بالثلاث فرق. ولكنه بالحديث عن الفرص، فرص كل فريق للفوز بالبطوله، عناصر القوه عناصر الضعف اللي متوقعه تظهر خلال اللقاءات. مفيش شك طبعا النادي الاهلي يمكن الفتره الاخيره قافل على فرقته بشكل كبير جدا، خصوصا بعد خساره السوبر الافريقي. ما بنشوفش اللعيبه بتطلع على السوشيال ميديا او وسائل الاعلام المختلفه، في حاله من الانضباط داخل النادي الاهلي في محاوله للتركيز ومن ثم الفوز ببطوله. لو شفنا الناحيه الثانيه نادي الزمالك يمكن في مازالت في الفتره الاخيره
ما زال في فرحة برضو بالفوز على النادي الأهلي والتتويج للسوبر الأفريقي، يمكن انتهت في الثلاث أو أربع أيام الأخيرة. هنتابع معاك أستاذ محمد الصايغ الناقد الرياضي بجريدة الوطن، بشكرك شكرا جزيلا. حلقتنا خلصت للأسف، لكن بكل تأكيد كل متابعات كأس سوبر المصري إن شاء الله تكون على شاشتكم، شاشة دي ام سي، وبرنامجكم برنامج اليوم. لكم مني كل التحية، أنا دينا عصمت وفريق العمل، إلى اللقاء.